وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية. سعادة السفير، مشاركة مصر في هذه القمة المنعقدة في داكار والبنية التحتية الإفريقية وقضايا التنمية، ماذا عن المشاركة المصرية وماذا عن الرياضة المصرية أيضا في مجالات التنمية في القارة السمراء؟ أولا هذه هي القمة الثانية التي تعقد على مستوى القارة الإفريقية. عقدت القمة الأولى في داكار في عام 2014 واتخذت عدة توصيات هامة. أعتقد أن القمة الحالية التي شارك فيها رئيس الوزراء المصري ستبني على التوصيات التي اتخذتها في القمة الأولى. كلمة الدكتور مدبولي كانت وافية على أهمية انعقاد هذه القمة في الوقت الحالي، لأنه إذا كان الاتحاد الأفريقي والنيباد، بالمناسبة النيباد مبادرة لإقامة مشروعات ليست داخل الدول الأفريقية ولكن تجمع أكثر من دولة أفريقية ويتم تمويلها عن طريق اتصالات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وعدد هام من المؤسسات المالية الدولية. الدكتور مدبولي ركز على نقطة هامة، هي مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في عملية التمويل، لأنه نعم. بدون ذلك لا يمكن للحكومة أن تتحمل وحدها إقامة هذه المشروعات، ولكن العبء الأكبر سيقع على عاتق الحكومة، ولكن القطاع الخاص الذي سيستفيد من إقامة شبكة الطرق والاتصالات اللاسلكية والسلكية وسكك الحديد والمطارات إلى غير ذلك، يجب أن يساهم أيضا بنصيبه في هذه المشروعات. إذا كنا نريد أن نكون تكامل اقتصادي داخل أفريقيا فيجب أن نهتم أولا وأخيرا بإنشاء بنية أساسية لأفريقيا لا تقتصر فقط على إنشاء الطرق نعم. عبر القارة، ولكن إقامة خطوط بحرية واتصالات جوية وتحسين جودة السلع والخدمات التي نصدرها، كما تم الاتفاق عليه في إقامة منطقة تجارة حرة في أفريقيا. اتفاقية التجارة القارية والحديث عن قارة سمراء غنية بمواردها البشرية والطبيعية، كيف يتحقق الشكل الأمثل من التعاون على المستوى الكمي والكيفي بين الدول الإفريقية إذن؟ يجب أن تعمل أفريقيا على جذب استثمارات كبيرة لهذه التجربة التي دشرت في عهد الرئيس السيسي عندما كان يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي. العامل الجذب الأول للاستثمارات الأجنبية هو أنه إذا ساعدت دولة ما مثل مصر على إقامة مشروعات وصادراتها ستذهب إلى دول الأفريقية دون أي رسوم جمركية أو عوائد جمركية، فهذه الاستثمارات الأجنبية ستستفيد من إقامة سوق أفريقي مشترك يجمع أكثر من بليون نسمة. ولذلك فإن الاستثمارات الأجنبية لها عامل وحافز كبير على الاستثمارات في الدول الفردية. هناك خطوات ملموسة، ومصر قدمت توصيات هامة إلى مقر منطقة التجارة الحرة في أكرا يجري تنفيذها في الوقت الحالي. نعم، وماذا عن الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية لتدعيم البنية التحتية داخل الدول الإفريقية؟ يعني الشركات المصرية تقوم بإنشاء مشروعات نعم. بنية تحتية سواء في الكونغو أو في نيجيريا أو في حتى في إثيوبيا نعم. هناك شركة مصرية تشغل أكثر من 7000 عامل إثيوبي في الشركات التي تقوم بإنشاء مشروعات للبنية التحتية. الحقيقة الشركات المصرية لا أريد أن أذكر أسمائها، ولكن تقوم بدور هام في إنشاء مثل هذه المشروعات التي تلقى ترحيما كثيرا وتساهم في زيادة صادرات هذه الدول ليس فقط في الداخل ولكن إلى الدول المجاورة وإلى عموم أفريقيا وإلى الخارج عموما. نعم، والبوابة المصرية إذن هي الفاعلة في الخروج من القارة الإفريقية للقارات الأخرى ومنها بالطبع القارة الأوروبية. طبعا البوابة المصرية تشمل قناة السويس وتشمل نعم. كل البنية التحتية الموجودة في مصر. أشكرك جزيل الشكر سعادة السفير أحمد حجاج الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية.